بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أتكلم عن أكاديمية أعناب، وهي منصة التدريب الرقمي للمعلمين تقام فيها دورات رقمية لتعزيز كفاءة المعلمين العرب. هذه الصفحة الرئيسية في أكاديمية أعناب، هني الدورات المترقبة اللي راح تكون قريبة عندنا، دورة للدكتورة هالة كمال تاريخ 6 أكتوبر 2018 راح تكون متوفرة الدورة. أما الدورات الحالية الموجودة فهذه هي عندنا هني انضمام إلى متدربين أكاديمية أعناب، تدريب من هني تدريب بالأكاديمية وتكون إحدى المدربين تقدمين دورات بالأكاديمية، وتصفح جميع الدورات تدرين من هني تطلعين كل الدورات وتختارين الدورة اللي تناسبك. وبالأخير عندنا معلومات عن منصة أكاديمية أعناب، توفر فيها محاضرات مرئية تمارين تفاعلية وشهادات إكمال ومجتمع تفاعلي تقدرين فيه تسألين المحاضر عن أي أسئلة ويجاوب عليهم. رح ندخل الحين على تصفح جميع الدورات. لما ندخل على تصفح جميع الدورات رح يطلع لي هني على اليمين أول شي عندنا خانة البحث، تقدرين تبحثين فيها عن اسم الدورة إذا كنت تعرفين أحد الدورات سهل عليك البحث. عندنا هني السعر، هناك دورات مجانية وهناك دورات مدفوعة، تقدرين تختارين اللي يناسبك. والفئات تقنية، عندنا نوعين من الفئات، تقنية التعليم واستراتيجيات التعليم، تختارين الدورة اللي أنت تبينها من هني. نجي بالنص، هني عندنا أول شيء تكون بالبنفسجي هني استراتيجيات التعليم اللي هي فئة الدورة، بعدين هني عندنا اسم الدورة الساعة العبقرية، الدورة مستمرة، ابتدت الدورة 8 فبراير، واسم المحاضرة سارة القحطاني. عندنا هني بعدهم هذه الدورة هي دورة مدفوعة الرسوم 50 ريال سعودي. عندنا الدورة هذه بعد، راح نجرب ننضم إلى أحد الدورات الموجودة. الدورة انتهت، لكن شرح الدورة منتهية من 15 أبريل، لكن تقدرين تنضمين لها وتشوفينها. عقلية النمو لأن نستطيع، هذا أول شيء عندنا فيديو عن المحاضرة. الفيديو هذا نبذة عن المحاضرة في المحاضرة عنها. هني تقدرين الالتحاق للاطلاع على أرشيف الدورة، يتم إرسال تنويهات أسبوعية عن طريق الإيميل عند نشر المحاضرة التي يمكن مشاهدتها في أي وقت. هني عندنا النبذة عن الدورة، وهني محاضرة، نبذة عن المحاضرة منيرة ودكتورة هالة، وأهداف الدورة، شنو تهدف لها الدورة، فصول الدورة، متطلبات الدورة، المراجع المقترحة. شوف لنا الدورة نقدر نسجل فيها الحين. عشان نعرف طريقة التسجيل في الدورات، ساعة عبقرية أول شيء قلنا راح يكون فيها فيديو تشويقي للمحاضرة. السؤال الأول لهذه الدورة هو ما هي صحة المعلمين؟
نفس الطريقة هنا عندنا تحت معلومات عن الدورة ومعلومات عن المحاضرة سارة القحطاني. منهج المادة شنو راح نمشي عليه في المحاضرة؟ ما هي الساعة العبقرية؟ لماذا نطبق الساعة العبقرية؟ مراحل تطبيقها وتحديات تطبيقها. مخرجات المادة، سيكون المعلم قادر على تنفيذ ساعة عبقرية مع طلابه. ندخل الحين في التحاق بالدورة الآن. في البداية هني راح يكون عندك، إذا عندك أنت حساب تدخلين البريد الإلكتروني كلمة المرور، إذا حساب جديد راح تدخلين على حساب جديد اسم والبريد الإلكتروني كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور. بس عندنا حساب فراح ندخل. اضغط على زر دخول. طريقة شلون نسوي حساب جديد؟ نحط كلمة المرور ونرد نأكد على الباسورد. نضغط على اشتراك. أول ما تدخلين راح يطلق تم الالتحاق بالدورة بنجاح. الشهادة وعدد الساعات. السلام عليكم، يمكن الحصول على الشهادة مباشرة بعد إتمام اختبار نهائي من خلال الدورة، وذلك بالضغط على زر إنهاء الدورة. عندنا فوق هني أول شيء عندي المحتويات، محتويات المحاضرة اللي أنا الدورة اللي دخلتها، مدخل عن الدورة، ما هي الساعة العبقرية. هذه أول محاضرة راح تكون عندنا. بعدين المحاضرة الثانية، لماذا الساعة العبقرية؟ وهني عندنا يطلع وقت الفيديو، مراحل تطبيق الساعة العبقرية، تحديات تطبيق الساعة العبقرية. هنا عندنا ملف البدء بتطبيق الساعة العبقرية. آخر شيء عندنا اختبار نهائي إذا اجتزتي تاخذين شهادة. النقاشات، النقاشات هني تقدمين أسئلة ويتم الرد عليها من قبل المحاضرة. الحائط، ردود بعض المشتركين على المحاضرة. هني توصلت تنبيهات عن الدورة، وهني عندنا معلومات عن الدورة، نفس الصفحة اللي اشتركنا فيها بالدورة تبطل هني. بالنهاية عندي هني نشاطي، مش كتر شفت من الدورة وكمال المحتوى، وإذا سألت سؤال هني يطلع، وإذا انهيت الدورة أحط آخر شيء انهيت الدورة، أقدر أشترك بعدد من الدورات في نفس الوقت.
هذا هو موقع أعناب، أتمنى أنكم استفدتم، يعطيكم العافية.